يعني كره تنزل دائما تدري هذه ابيك من قالها لي من الناس هذه باب يا جماعه من الكلام ذا بنطلع شويه من سياق الموضوع بس عشان كلام عمر خلص الموضوع خلص الموضوع شكرا من الناس اللي قالوها لي طبعا اغلب الشباب قالوا نفس كلامك اخر واحد قالها تدري من قبل شوي سعد القحطاني طبعا هو يشوفني من اول كذا ويعرف اسمي ويعرف شكلي لكنه كشخصيه ما يعرفني شوفني يقول ثقيل يقول عادي انت يعني ما شاء الله عليك محترم وكذا لكن انا شايل همك فقرتي تحتاج حركه وتحتاج تفاعل وانا شايل همك انت بالذات اقول الباقي كله ما شاء الله عليه ولا انت قلت هذا اخي البدوي ذا ايش بسوي به بتلاقط انا وياه والله العظيم ذي كلمته قال ايش بسوي به يا اخي هذا احس انه بيجي بيسوي لي فيها بيجي بعزبته معه انا ابغى ناس يقول يوم جاء اول يوم فقره الرجال ذاك البدله ويضحك يقول تغيرت نظرتي وش الحكمه من الموضوع؟ لا تحكم على الشخص سلام عليك واجد ناس وايد شافوني ثقل انا والله كثير غير مصطنع دائما نقولها ساعات نحكم عنها احنا نخطي ترى المفروض احنا نطبق على انفسنا اول لا بالله المفروض تصدق ان الشيء هذا انا بالنسبه لي فادني لما يجون الناس يقولون يا اخي ذا ثقيل ذا غثيث انا اعرف نفسي يا اخي انا ما بكذا والله اني اضحك والله اني ابتسم مع الناس يا اخوي بس يمكن ابتسامه ما هي بدايم انا من الناس ترى اللي لو شفت موقف كذا ابتسم لكن للاسف الابتسامه ما تجي على وجهي انت فيسك حزينه ما تجي على وجهي فيسك قصيده ما شاء الله احس اني مبتسم انا من الداخل عرفت لكن ما هي باينه على وجهي فالناس يقول حسبي نفسي يقول هذا ما يبتسم موقف مضحك يا اخوي ليش ما تضحك؟ واحد فيجي الحكم دائما علي يا راشد غلط عرفت؟ بعدين طبقتها انا على نفسي طيب شوف الناس الحين كل الناس هذه حكمت علي اني انا نفسيه او اني انا ثقيل او اني غثيث طيب انا هنا المفروض اني اخذ على قولتهم الحكمه من حكمه هذا الموضوع ولا حكم على اطبق على نفسي واشوف انا ليه حكمت على فلان من اول ما شفته كذا وحنا بعد شفنا بعض اول ما شفنا بعض وما دخلنا الجروب بعدين تقابلنا هنا بالبرنامج تغيرت النظره 180 درجه غير عن اللي كنا نشوفه ف تهديد جدا ولا طبعا الموضوع هذا بتتعب منه وانت تتكلم فيه لكن ابدا بنفسك انت اول شيء لا تحكم على الناس انا واحد من شرواكم اول كنا بثالث ثانوي اول هو نقل المدرسه لمدرستنا اول ما جاء يا وجه انت يومك عادك تدرس تقول اس ولا باقي؟ لا ما كان في لازم ما كان اس كنت وقتها توي طايح بالفيسبوك المهم قديم كان المهم الرجال اول ما ها؟ لا عاد ترى لا فيسبوك تطبيق جايين العالم شوف انت فاهم غلط الموضوع يا جيل والله اول ما شفته احسه هنا يا اني كارهه كره كذا بدون سبب بس الرجال يا ولد وحتى مداخلاته لما يشارك بالحصه يا وجه الله بعدها باسبوع والى الحين معي والله انه من اعز واقرب الاخويا اللي عرفتهم بحياتي وانا اول ما شفته الله كيف؟ تسلم وانا اول ما شفته كرهته الرجال ذا اول ما واجهته يومنا بالقصيم تواجهنا كلنا احنا حق القصيم هذا تحت على طول هذا هادي وكيوت زين هذا اول ما شفته تعرفني نظرني انا نظرته ترجمتها يقول وش ذا اللي مسوي فيها فله وطقطوقي يقصد وطلع ظني صح هذا يقول ذاك اليوم قال لي قال انا كنت وقتها اقول يا وش مهايطي ذا مسوي فيها يطقطق وشوف الحين شوف احبه صار ولد خالتي لا بذكر شو اسمه الله نقطه لا مش نقطه انت لا حكمت على احد بشكله ممكن لو يسوي شيء زين انت تشوفه ما الى حين تقبل فعلا فالتقبل بعد فتره مو على طول فانت لا تحكم الا لشفت تصرفاته اذكر مره من المرات ايام المتوسطه كان في مدرس اشوفه اقول يا الله يا هو غثيث 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 الله يعينه عليه درست عنده وش المدرسه ما راح اذكر من ما ترى فيها تسويق مجمع امير سلطان اوه تفور انت اقول لك وجه الدافور ما شاء الله عليه اقول لك من اجمل اللي درسونا بحياتي وش اسمه والله ناسي اسمه بالضبط ما اذكر لكن اذكر كشكل يدرس قياس دورات قياس لا ما يدرس والله قال لك طيح حنبل الحين انت قال لي زين من اجمل اللي درسونا بحياتي وتستقبل معلومه منه على طول يعني فانا حكمت على شكل بس يوم جيت عنده شيء ثاني ترى فلا تحكم على شكل لا تحكم على شكل ابدا يوم ثاني متوسط كان في مدرس الله يذكره بالخير سعود كان يدرسنا علوم حلو والله اني ما انسى كلامه كان هو كذا يشوفني
اكثر واحد اشارك معجب شخصيتي اني انا دافور، بس بنفس الوقت كنت مشاغب دائما درجات المواظب السلوك تحت ويشوف مشاركاتي معه. والله اني ما انسى تحفيز، يقول انت بتطلع دكتور، والله انه كان يقولها لي وانا وقتها ما افرق بين الدكتور والضابط، يقول انت بتطلع دكتور. درسني وفعلا طلعت على كلامه، درس اخوي فيصل، درس اخوي عبد الله، والحين يدرس اخوي عزوز، ماشي على نفس النظام. يا اخي انسان ايجابي. كلهم يقولون اس ولا لا؟ لا بس انا، بس انا ترى انسان فريد من نوعي، ما باذنكم بس يا عمار الناس كلهم فيهم خير ويساهمون بالخير، احنا لازم نبادر. لا 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 بعد اخذ الوضعيه ولا خلاص. انا يوم ادرس مدرس قال لي بتصير طياره ان شاء الله كبر. صرت طياره انت ما شاء الله، فعلا انت صرت الحين الان لو تمد رجلك وصلت الفريق الاعداد صرت طياره بدون طياره. لا انت سلام ورحمه الله. خلاص ياخذ فلوس ممكن اصير طياره فلوس يبي شيء بسيط. يلا اذكر انا قصه يا جماعه الخير، وابيك على حبيبي يعني يقول وش اللي فهم قبل تعرف القصة. أنا واحد المدرسين درس، أنا كان كتير مدرسين اسمه مبارك محمد والله نعم النعم، ما درس إلا ترم وراح حسابه يبغى لازم مدرسين. وش بك يا حبيبك يا جيكي راش قلت ما قلت شيء شو ضحكته يا راكنت يا أخي يا اخي مشاركه حلوه. يقول والله كنت درسي ترم واحد يا حسافه. انا استحيت من الدخل يا شيخ. اي هم تو يقول حسافه. اسلم اسلم يا اخي. اقول بذكر القصه، كل واحد يقول وش فهم من القصه. طيب يمكن قلتها لراشد ما ادري هو قال لا تشارك. لا ما قلته له اصلا، بس ذكرتها كمثال، بس ما قلت له وش المغزى منها. مالك هذا غار ما بيني اشارك اسلم. في واحده راحت لصديقتها، هي متزوجة طبعا، راحت ايش؟ صديقتها تعشت عنده صديقتها اي وضع عشان صديقتها اي لان عندنا ما عندنا نقول الف اي اسلم انت ركز بعيونك وراحت وتعشت واستانست. يوم رجعت لما رجلها اسمع انت رجلها زوجها تكلمت عن العشاء، قالت يا اخي العشاء ما شاء الله تبارك الله مهبول فخم العشاء مهبول. جميل جدا ترجمه انه يقول ان العشاء كان لذيذ. اقول لك فقال يعني قالت في صحن سمك يا اخي جميل 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 جدا، يوجد اكل سمك زي اللي يطبخه نادرا جدا. يا الله ايوه اقول لك اكمل ولا خلاص؟ لا امانه ما تقول شيء خلاص مسوي لك انت كروبو ما تفهم يا اخوي. ما قلت شيء ورا ما قلت شيء، شكله ما فهم كروبو. وشي كروبو ذي ما فهمته كروبو يعني واحد ونعم كروبو والله انك قصار يعني انت هذا من الكرم زيني وراك شوف كروبو عام تبي كربو حق تنخلل يقطعون العسيف تنقطع كذا توقع على راسك يجيبوه كربو هاي يسمونه كربو يعني ما في مخ. اسلم اقول لك فاكرم وانا ازين شخص تعرفت عليه بعد اصدقائي كلهم والله يسلمك قلتوا يا مفلح اسلم وانا كذلك اقول لك فرجعت ومنحت العشاء ما ادري شو وخصت بالعشاء صحن سمك فقال له من كلامك ذا انا حبيت الاكله هذه فابي تسوي لي مثل بذوقه مضبوط. اتصلت على صديقته قالت له صحن اسمك اللي سويتيه لي كيف طريقته بسويه للرجل. قالت كذا وكذا سوي كذا سوي كذا لا 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 وقصي راس السمكة ولا الذيل. قالت انا اقص راس السمكة وراس الذيل. لا لا السالفة عنده يا اخوي عقب مشاركة كذي دريت اني ما قلت لا عرفت السالفة بس مو انت اللي قايلها لي الظاهر. خلاص خلاص المهم اسلم سالته قالت ليش اقص الراس ولا الذيل ليش؟ وش الهدف من هذه؟ قلت والله اني ما ادري ابى اتصل على امي واتاكد منها. اتصلت هذه المرة على امه وقالت يما تذكرين الطبخة هذيك اللي كنت تطبخين لنا؟ قالت هي اذكر وش فيها؟ قالت تقطعين الراس انت والذيل ليش؟ قلت والله اني ما ادري لازم وش السبب. قالت بسأل جدتك ابى اشوف وش السبب. قالت اتصلت على جدته قالت يا امي وش ليش انت تقطعين الراس والذيل؟ قالت والله يا بنيتي كان عندنا قبل اللي هو يا اخي والله كان عندنا قبل قلنا على قد حالنا وكان القدر صغير فاقص الراس والذيل عشان يدخل بالقدر فمشت هذه بدون ما نسال احنا ليش كان
وش تفسير القصة هذه؟ تفسيره بقولك ليش؟ نحن نسوي أشياء كانوا يسوونها اللي قبلنا بدون ما ندري وش السبب وبدون ما نعرف ليش سووها. صدق. باختصار. لو رجعت استفسرت عن السبب تطلع أنت مالك دخل فيه. صدق. جميل. ممكن أنت تسوي شيء على مزاجك. تستجد شيء جديد. إيه. باختصار تقليد أعمى. بالعربي تقليد. بإمكانك تطبخ السمكة كاملة. ما جميل. في أي إشكال. جميل. جميل. عندك شيء؟ رتويت الكلامة زائدا تغريدة أخرى اللي هي بإمكانك أنك تستجد شيء جديد، لا تكون مقلد ولا تتبع الآخرون. جميل. اجعل الآخرون يتبعك وانت بادر واسوي شيء جديد. هذا اسمه سمك. خلاص اطبخ السمك كلامه. يعني تقدر تطبخ اخطبوط بدل السمكة. مو لازم. لا هذه الحكمة هذه نسويها. اطبخ السمكة كاملة. اطبخ السمكة كاملة. اقول مثل عندك شيء مثله ولا رتويت؟ لان ابو سالم بيفتح موضوع. بيفتح موضوع فلازم رتويت. قال لي انا اعنب الرتويت. وش اشكر؟ اشكرك على السالفه استفدنا منها. انا اقول لك عندي اعطاك وضعيه. عندك مشاركه؟ لا والله انا يا رجال رتويت. شوف شوف لا انا عندي مشاركه بس عشان كذا انا بعطي مجال لاخوي محمد ال مسعود. محمد ال مسعود خلص يقول عنده قصه. انا بقول لك ايه بس انا اقول عندك تعليق على الموضوع ولا ما عندك؟ وين؟ خلاص واضح انه ما هو بمعنى. خلاص جزاك الله. والله معكم. والله انت انت ماك ما ترجمت ما فهم. والله معك. بس لا ما قضيت انا بس اشرح وش ال احنا كانت الادوات اللي عندنا سابقا مو مثل الحين فنستخدم عد يعني نسبه بسيطه من ابداعنا اللي يناسب وقتنا اللي قبل او وقت اجدادنا. الحين عندك مثلا امكانيات اكثر تقدر يعني تطلع ابداعك بالمساحه اللي موجوده عندك. صح. فلا تحجر نفسك باللي كان ولا تقلد. لا تقلد. تقدر تبدع وتفكر في اشياء اكثر واكثر على حسب اللي هو ال شو اسمه الادوات اللي عندك والاشياء اللي تقدر تساعدك بها. كم من العادات والتقاليد ترى العادات والتقاليد اللي احنا نمشي عليها الحين. انا هذا اللي ابي ترى انا هذا نوقف عندها كانها شيء محرم. احنا ما نقول نتعدى. صدق. احنا ما نتعدى على بعض الامور والسلوم وهذه ما نتعدى عليها لكن في حاجات تجد انها مضره لك انت مضره للناس اللي حولك بحجه ايش؟ انها عادات وتقاليد. تصدق انا هذا اللي ابي ترى. طيب اذا فتشت فيها هل هي تمس بالدين؟ لا. هل هي اذا تركتها تضرك انت؟ لا. كل ما تلقى اي اجابه. جيد. بس كذا انها عادات وتقاليد وبعض بعضها ما هي كلها. اي بعض البعض 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 بعضهن بعضهن بعض العادات كانت قبل تناسب الوقت اللي كان اي كانت تناسب الوقت ما تناسب لكن الحين تغير الزمن تغير الاشياء كثير فلازم لا انا ترى ما اتكلم إيه لا انا اقول البعض البعض جيد جيد حتى نادر ما اقول لك النادر نادر نسبه بسيطه ترى اي اغلب إيه جيد انا لو ادور لك مثال الحين لقيته انا اقول لك انا اعطيكم مثال على بعض القبائل بدون يعني ذا او بعض الناس ماشيين الى الان على نظام ما اعزم الناس على عرس اختي ولا عرس بنتي عيب تجي انت يعني اذا تعرضت على الزواج حياك الله لو لا في ناس الى الحين ايه بس لك سؤال لو ترجع الحين تدور وش السبب؟ ليه؟ ما في سبب ما تدري ما تدري راح خلى السبب راح يعني الاخت تلقاها يمكن الشيء هذا صدر من رجل واحد ممكن كان عنده سبب معين فالناس مشت عليه تلقى عياله مشوا عليه وعيال عياله مشوا عليه وراحوا عليه تسالهم وش السبب ليش طيب يقول لك ما ادري يقولون عيب ترى عيب بعض الناس هو يمكن مو مساله عيب يمكن كان اول من سواه الشيء هذا كان له سبب كان عنده سبب خاص لا بعلمك وش السبب اكثر الناس ماخذينها يقولون انت الحين جوزت بنتي زين خلاص المعازيب منهم من هم المعازيب؟ المعرس المعرس هم اللي خلاص هم اللي يكفون يوفون هم اي هم يتكفلون كل شيء واحنا ما يحتاج بعضنا نحضر كذا قصدهم صح وانا اشوف الشيء ذا ما يصلح اخوي احضر من عربي انت قد جوزت يا اخوي انا باجي صح ولا لا؟ باجي اول شيء باجي انا قد جوزت باجي انا فرحان وفرح انا مثلا انت يا مفلح مزوجك باجي انا فرحان لك انت اول نعم واجيك ابارك لك واوقف معك مناسبتك انت الحين نسيب صح ولا لا؟ نعم انت الحين من العائل صدق ومقامك مقامي انا نعم هذه الاولى الثانيه بنتي يا ولد بفرح بها هذا ستر يا ولد هذا الكلام صدق هذا الكلام لو ترجع الحين تسال وش الاسباب الناس اللي ما تحضر زواج بناتها ما تلقى اي سبب ما تلقى اي مبرر ولا في مواضيع عندنا ترى بعض الاشياء نقلد بس
وش السبب؟ ما ندري مشكلتنا إيه؟ ترى مشكلتنا اي فلو تسال لو تجي تفكر شوي بس بسيطه تدري انه بس قلت على شيء ما يناسب الاهم من هذا كله مثل ما قلت لك العادات والتقاليد اللي بعضهم يجيب شيء جديد ولا ياخذ من قبيلته ثانيه ويصير يدخل على قبيلته هذا بشوف انه جاهل ولا يدري بالسلوم والعادات لان كل قبيله لها سلمها وعاداتها وتقاليدها حتى لو كان ما يعجبك وكلهم ماشيين عليه وكل يحترمها كل العادات اي نعم اتكلم في بعض خطا البعض كان يناسب قبل لكن الحين ما يناسب هذا المقصد انا اشوف ان العادات انت اللي تدير الحوار ترفع اصبعك لا شوف والله محترم لك شارك راح انا خليك انا اشوف بعض العادات والتقاليد انها غلط الاساس العادات والتقاليد وزي كذا ان الشرع اذا ما كان يحكمها يعني بعض الناس يشوف ان العاده دي غصب تمشي عليها الشرع يقول لا جائز الشيء ذا زي عندكم اللي هي الشوبه الشرعيه في بعض العادات والتقاليد ما يشوف زوجته صح ولا لا صح الشرع يقول لازم احنا عندنا ما نشوف زوجته صح ولا بس ترى ما يعني ما حد يعني ما قاطع بس انها يعني ما في ما حد يعمل. لكن احيانا البعض يشوف في حرج على المراه عن دينها وسنها خلاص البعض لا شوف بقول لك شيء مثل اللي ياخذ يقول شيء بنت عمه بنت خاله بنت زي ما تقول وش تبيك انت عارف انت عارف وبعضهم رابينهم صغار وانت خذت المراه مع بعض انتم صغار ولا فيها شيء لو طلبت شوف العيب ما فيها شيء لكن احيانا الواحد ما يطلب حرج منه هو يدير الحوار هو نفسه صدق عنده حرج انه يطلب ولا طلب انا متاكد 100% ما حد يرده صدق طيب بس الله يعني بس اذا بس جاك انا عشان على طريق شيخ الموضوع حطك وراك انت يا دقيقه سلم الحوار عشان نستلم الحوار الثاني اصبر انا الرجال استلم الحوار الحين بستلم الحمار الحوار كل اللي يستلم اللي يبي قبل عيد حلو راجل انت ما ادري ايش قال يا جحر يا حمار خلي يسلموا يبي يستلم حمار تعال الله يسبع عليك يا الله خلاص ما في تعال بيك واو تعال الحين جاء دوري يستلم الحمار يا جماعه الخير ها استلم الحمار تعال خلي اسلمك غير لا بغير بغير الموضوع هو لا لا فقبل غير الموضوع لحظه هو استلم الحوار طيب ايوه سلم الحوار ولد يلا يلا تفضل يا جك اخر تعليق لان بغير الموضوع ما شو يعني ما عندي تعليق هو اصلا ما عندي تعليق عندي قصيده تفضل تفضل الشاعر موجود و نعم الشاعر هو انا اليوم قاعد ادهن ساعه تحن قلبي ينكسر ويقول الشاعر اليوم يوم امسيت العصر صح كذا كيف يلا ما متى امسي تمشي لا اليوم يوم مشيت العصر قابلت مساعد لقيته تعبان الله جبت علبة الفكس ومرخته الله يا اخي ركز معي والله معك دهني معك جبت علبة الفكس مرخته حن قلبي ابيه مع اخوياه يركض ويضحك ويلعب الله 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 يا سلام انا شفته يبتسم قلبي فزت الخيل الاصيله في الهيل الاصيله في الهيل في الهيل يوم قال مساعد والبنك يوم قال مساعد انا طيب وبخير والبن الاشقر يداوي الراس لا ارجو منكم يا الربع تدعون له ترى قلبي مكسور شوفته طايحين على الفراش صح زانك صح زانك سالفتك جميله صح القصه والله يشفي مساعد الله يشفي ان شاء الله اشوف صايده احلى نعم وشو شوف الرجل هذا انا هذه اعتبرها خاطره نعم الرجل هذا طلع اللي في قلبه وليست قصيده خاطره هي خاطره على شكل قصيده هذا البرنامج برعايه